قريب 700 الآن. ألور الأخبار حول بن حليمة محمد متضاربة في بعضها، البارح نهار كامل الأخبار متضاربة. المخابرات الإرهابية تاع الجزائر قاعدة تبث في أخبار، وأحيانا هما بعد كانوا يظنوا باللي الأخبار صحيحة. مثلا البارح كان دايرين عرس في ثكنة عنتر، ولاد الحرام الحرايمية كان دايرين عرس يستناو في بن حليمة، وعن بالهم راهو في بير مراد رايس، لأنه كانوا عملوا تجهيزات وجدوا كل ما يلزم في بناء غزوات باش يستقبلوا يستلموا محمد بن حليمة في بير مراد رايس. كيف كيف مشى التليفونات قال راهو جايبينه، راهم جايبينه. فكانت عنتر دايرين عرس وقال دروك يجيبوه ونديروا ولاد حرام. ما كانش واحد يعني باستثناء بعض الاخوان اللي كثر خيرهم راهم يفيدونا بمعلومات، اما الباقي ولاد حرام يعني وجبناء يستناو واحد من كتف باش يضربوه، يستناو واحد من كتف يضربوه ويتعدوا عليه ويديروا له. ولكن في نهايه الامر، وهذه معلومات يعني تقريبا 90% نقدر نقولوا راهي صحيحه، انه اسبانيا رفضت تسلم محمد بن حليمه للعصابه تاع الجزائر، طلبت ضمانات انه ما يتعذبش، وطلبت معلومات عن محمد عبد الله وشنو ما صير محمد عبد الله بعد ما سلموه. ومنظمة أمنيستي انترناسيونال يعني قائمة بمجهود كبير باتجاه السلطات الإسبانية، وبالتالي محمد بن حليمة إلى حد الآن زال بين أيدي الإسبان. طبعا راه معتقل ما راش حر الآخر، ولكن مهما يكون من أمر إذا يكون معتقل عند الإسبان يعني فيها بوادر إفراج خير من اللي يتسلم لولاد الحرام العراية اللي راح يديروا فيه المنكر. ونطلب من الإخوان يعني كاين الناس اللي بثوا صور بن حليمة يسب في فرنسا، ولا ماذا بينا هاد الصور ما تثرش، ما يأزملوش وضعه يا إخوان، ما تأزموش وضع الراجل. غدوة كان يعاود يرجع لفرنسا، الاسبان يسلموا لفرنسا ولا يحكموا لسوا، علاش تحوسوا تفسدوا له يعني تفسدوا عليه علاقات مع فرنسا ولا مع اسبانيا؟ ولا اللي يحب يحارب العصابه يحارب العصابه، ما يجيش يتلاح على فرنسا ولا يتلاح على اسبانيا ولا لا لا. وقلناها ديجا موضوع اسبانيا خروج محمد بن حليمة من فرنسا راهو نقطة استفهام كبيرة. وإلى حد الآن الناس اللي خرجوه من إسبانيا، لأنه حسب بعض المعلومات غادر من إسبانيا إلى البرتغال مع جماعة في سيارة، اللي داف في سيارة ماذا بينا الإخوان يتكلموا يقولنا شكونهم هما، نحاولوا لابوس تاع التليفون ديالو قال باش ما لوكاليزيوكش، يقولون شكونهم وكيفاش تمت الاخر، يعطيو معلومات. اذا كانوا عندهم نيه باش يعاونوا محمد بن حليمه يتكلموا، قال احنا مشينا وهاك واش كان قصدنا واش كان، والا راح تكون عليهم شبهات. الناس هذوما راح تكون عليهم شبهات، وعلاش مخرج الراجل من فرنسا مديه البرتغال وقاطع به اسبانيا، وقاطع به التراب الاسباني، ومن بعد يولي محل مذكرة توقيف أوروبية من طرف القضاء الفرنسي، وهذا شيء قانوني. واحد تحت الكونترول جوديسيال يديسباري تخليه، يعني الناس اللي يغروا محمد بن حليمة إذا كانت نيتهم صادقة ونيتهم ماشي أنهم يغروا به يتكلموا. قلنا وكيف واش صرا بالضبط، واش حصل بالضبط؟ احنا يعني لا كاين ناس يقولوا وهذه معلومات، انا
ما عنديش اني قلت انا ما كان عندي حتى اتصال محمد بن حليمه، والاتصال الواحد كان غير مباشر عن طريق الحبيب عشي قاضي التحقيق السابق اللي راهو لاجئ سياسي في فرنسا وصديق وسام محترم جدا، سمعت عن طريقه قال لي راهو يطلب منك تعمل له شهاده. قلت له على راسه عليه، ما زالت عاود تصل باش نعمل له الشهاده هذه مليح. وحتى الحبيب عشي ما كانش على باله كيفاش غادر فرنسا ومشى لاسبانيا، حراجة هذا ما كانش وحده، زيد اخرين يقولوا باللي اثناء الاقامه تاعو في فرنسا كان متواجد في مستشفى، كان يعالج في مستشفى وكان يغادر المستشفى يروح يمضي ويعاود يرجع. هذه معلومات اللي اعطاوها لي. دور كيفاش راجي يخرجوه من المستشفى، ولا حتى ما كانش في المستشفى، يخرجوه يقطعوا به حدود وعلى بالهم به بلي راهو تحت رقابه قضائيه، يغامروا به ولا واش؟ كيفاش حتى وقفوه في البرتغال؟ كاش البرتغال سمعوا به يعني الراجل ما دارش سمانه حكموه في البرتغال. خلني نقول لك كان يستعد باش يسافر باوراق مزوره كل واحد، يعني الراجل هذا لعبوا به، لعبوا به، لعبوا به. اذا ما لعبوش به ماذا بينا الناس اللي كانوا في اتصال معاه واللي خرجوه من فرنسا وداوه البرتغال وكانوا حاضرين لما تم توقيفه في البرتغال يتكلموا؟ علاش ما يتكلموش؟ لما تكلموش فيها إنا احنا فيها إنا. وزيد الان خلوا الامور تمشي على كما راهي. الشيء الواحد ممكن ديروه يعني يقول هو تكثيف الاتصالات بالمنظمات الحقوقية حتى تبقى ضاغطة على الحكومة الإسبانية. الإسبان الآن ما همش حابين يوسخوا روحهم مع بوندا تاع فويوات تاع عرايا. الإسبان الجزائر ما عادش حاكمينهم العسل، ما بقاش حاكمينهم بالغاز. الاحتياجات تاع الغاز الإسباني مغطاة تغطي فيها يغطي فيها الغاز الامريكي، راهو يجي من عند الامريكان. و 28% فقط من احتياجاتها يغطيها الغاز، الغاز الجزائري، مع غلق الانبوب الاوروبي هذاك اللي كان يعبر عن المغرب. يعني خلاص العصابة ما عادش عندها وزن، ما عادش عندها تقدر تضغط ولا الاخر. والاسبان شافوهم باللي ما يسواوش، يعني حتى مع جيرانهم لما الاسبان باش يمدوا الغاز للمغرب عن طريق الانبوب هذاك يديروا له سونس كونتري سونس انفيرس، ناضوا يقول لهم لا لا ما تمدوا لهمش. كيفاش انت يا اخي انت ما تبيعش، واش دخل في الاخر؟ واش دخلك في الاخر؟ تبينوا في العداوه وكذا، ومنه وجه باش يبينوا فيه. وهذا اللي خلى الاسبان ما همش رايحين، هذا حد الان ما همش رايحين يسلموه للعصابه. تجربة محمد عبد الله كانت عبرة بالنسبة للإسبان، وشافوا الصور اللي تبثت، وشافوا كاش السيد يعني يصوروا فيه وكذا ويديه مكبلة، وإلى حد الآن ما كان حتى خبر عليه. طلبوا منهم معلومات على محمد عبد الله، هذا يعني شيء أكيد قبل ما يسلموا لهم. والإسبان دولة، اسبانيا دولة ماشي فايوات، ماشي عصابة تاع عرايا، ماشي عصابة تاع عرايا. على هذا قولوا يا اخوان ماذا بينا نبقاو نكثفوا الاتصالات. اللي يحب يقدم خدمة محمد بن حليمة يراسل امنيستي انترناسيونال، يراسلوا اعملوا مثلا تكتل تجمع حاجة كذا، يراسلوا امنيستي ماكش تاع، لان كي دايجو 100 واحد يوقف امام السفاره الاسبانيه ما عندك ما دير. هي عن طريق المنظمات الحقوقيه، هذا واش يلزم، عن طريق المنظمات الحقوقيه
يعملوا دي بيتيسيون، يعملوا كذا، يشوفوا مع امنيستي انترناسيونال. امنيستي راهي قايمه بمجهود كبير، في حتى اخ بعث لي يطلب مني باش نعطي له ملخص عن قضيه تاع واحد بن حليمه الامنيستي انترناسيونال. قلت ما كان حتى مشكل، درك نديرها له، غير نكمل برك نديرها نبعثها له. وقال هاي ليك القضيه تاع واحد بن حليمه. الشيء اللي نركز عليه أنه لو يتم تسليمه للعراية لعصابة الجزائر ومخابراتها الإرهابية، إسبانيا تتحمل مسؤولية كل ما يتعرض له من تعذيب وتنكيل. هذا اللي يلزم نبينه، الباقي ما تشوفوش صورة الراجل، ما تروحوش تلاحق على فرنسا وتجيب له التصريح تاعه كي يتكلم على فرنسا على كذا. لا لازم واحد نهار ولا اسبانيا، لا قال اسبانيا راه مقدار واحد يكلمي. اسبانيا دوله، فرنسا دوله، البرتغال دوله، هذو دول اوروبيه عندهم مبادئ وعندهم قيم. الشيء اللي نطلبوه انهم ما يتعاملوش مع العرايا، هذا ما كان، ما يتعاملوش مع العرايا. فوالا، ربي يقدر الخير بلادنا وربي يبعد عليها ولا الحرام. بعد هذا، بعد هذا اللايف، نعمل لايف واحد آخر حول فشل محاولة احتواء كرة القدم من طرف العراية وشرشبون. السلام عليكم ورحمة الله.